السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف موقع اسمه رو جرافت. ده بيديني شكل تحليل البيانات اللي عندي. ممكن عندي البيانات على هي جدول اكسل، اقدر ارفع الملفات ديت وابدا احل البيانات. هقول له يوز ات، وبعد كده هاخد البيانات اعمل لها بيست او ابلود افايل، ابدا احمل ملف امتداده تي اس في او سي اس في، وده الاشهر، او دي اس في او جيسون او اكس ال اس الاكسل، او تديله موقع او تجرب سامبل موجود. طيب انا هاخد معلومات وابدا احطها هنا، فهو بيبدا يقول لي اختار الشكل اللي انت عايزه، تمام، وبتبدا بقى تحط البيانات اللي انت عايزها هنا. ده مثلا في الاكس عايز اي معلومات، بيقول لك حط لي ارقام، فانا هقول له مثلا بالشكل دوت. طيب بيقول لي في الاكس، تمام، هقول له مثلا اهيت، او هو بيبدأ يحلل البيانات ويبدأ يجيبها لك بالشكل ديت. الأفلام بيبدأ يجيبها لك بالشكل دوت، الليبل، فبيبدأ يكتب لك اسم كل فيلم والإيرادات اللي حققها في شكل سهل الفهم، بحيث تقدر تشوف مثلا إن فيلم أفاتار ده حقق مثلا مبلغ كبير وهكذا. وتقدر تعمل داونلود للصورة دي على بي إن جي أو سي في جي، فيكتور جرافيكس، أو داتا موديل جيسون، تقدر تستخدمها بعد كده زي ما أنت عايز. وتقدر تحدد هنا الويتس والهاي وتسيب مسافة قد ايه ميرج وكده. وتقدر تختار برضو الكالر سكيل اللي انت عايزه، وتقدر تعمل فيجواليزيشن للمعلومات بتاعتك، تمام. ممكن نقول له مثلا اهيت دوت الداتا اللي انت عايزها، يبدأ يعمل لك محاكاة ليها. دي بتقدر تعمل مقارنة بقى بين البادجت اللي كانت موجودة والبوكس اوفيس الموجودة. يبدأ يجيبها لك بالشكل دوت. كل واحدة منهم بيبدأ يجي يقول لك حط بقى المعلومات اللي انت عايزها. الشكل دوت. هو يبدأ يجيب لك كل فيلم، يبدأ يديك اللون بتاعه زي ما انت شايف.